احنا الحين ادق عليك عشان تعطيني سؤالك واجاوب عليه. مو مشكلة، يلا راح اتركك من عائشة لين حل الثيرة. يلا، ليش عائشة كانت ترضع؟ هاي حلو، هاي ترضع، هل عندك دليل؟ اي نعم هذا الشيء؟ اي نعم، اعطيني دليل. ادخل بالجوجل. ما ادخل في جوجل، اعطيني دليل بنفسك. دليل هو ادخل حتى تتأكد منه. هلو؟ نعم، ادخل على جوجل حتى تتأكد، يعني يكفي انه اني اقرأ تأمن بكلامي ولا بعدين تطعن بي. لا لا، اعطيني بجوجل. اعطيك بجوجل، هي اكتب. ما هو مصدر الحديث؟ هو الان راح يطلع لك، اكتب يدخل عليك. الو؟ اي نعم، اكتب يدخل عليك. ايوه، الغلام. الو؟ الايفع. ثواني. ايه؟ يدخل عليك. خلاص كتبت. يلا عطى بحث وقرأنا الحديث، انت برك به. صحيح الحديث. اقرأ بصوت عالي. قالت أم سلمة لعائشة أنه يدخل عليك الغلام الأيفع. أي. الذي ما أحب أن يدخل علي. أي. قال فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ أي. قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل. أي. وفي نفسي أبي حذيفة منه شيء. أي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. مية مية. ألو؟ أيه، هل في خطأ في شيء؟ فليش كانت ترضع عائشة الغلام الأيفع اللي أم سلمة تقول عيب يدخل علي؟ دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء، فما أكيد ما ما ما, ما بيقول شيء من عدم. يعني السيدة أم سلمة تكذب ولا عائشة تكذب؟ ما أحد منهم يكذب، هذا في مذهبكم الخاص. يعني رضي الله عن أم سلمة وعائشة. نعم. أنت قرأت نهاية الحديث، ماذا قالت السيدة أم سلمة؟ إيه نعم قرأت. ماذا قالت؟ إيش قالت؟ اقرأها. ادخلوا عليك الغلام الأيفع. أي، الذي ما أحب أن يدخل علي. صحيح. أي، إيش قالت عائشة؟ أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ أسوة تتعلمها، زين؟ قالت ان امراه ابي حذيفه قالت: يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل. اي، وهو كبير، وهو رجل، اي قد بلغ ما يبلغ الرجل. نعم. المهم، ايوه، اي ايوه، ف وفي نفس ابي حذيفه منه شيء. اي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضعي حتى. زين، طيب ايش السؤال في ذا الحديث؟ اي، في حديث آخر الظاهر مو هذا، في حديث السيدة أم سلمة في صحيح مسلم تقول أنه ما علمنا إلا أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، اللي علمائك بنوا على هذه الفتوى حينما تسألهم الآن، تقول لهم: هل يجوز أختي ترضع صديقي عمره 17 سنة 20 سنة؟ يقولوا لك لا، لأن رضاع الكبير خاص بسالم مولى أبي حذيفة. فإذا كان سالم خاص، شلون عائشة عملت بي ورضعت؟ هذا الكلام في القرن يمكن 50 هجرة، يعني قبل فترة طويلة جدا، يعني هذا الكلام مختلف عن الفترة الحالية. هل صحيح الكلام هذا ولا لا؟ لا، مو صحيح. كيف مو صحيح؟ لأن الرضاعة هي الرضاعة والثدي هو الثدي. نعم؟ الرضاعة هي الرضاعة والحليب هو الحليب. طب الحين انت ما جاوبتني على سؤالي،
أنا أقول لك هل الفترة إيه اللي قبل القرن المئة في القرن المئة هجري وما إيه وما إيه تحت هو يعني شنو يعني هو الحليب هو الحليب والثدي هو الثدي والرضاعة هي الرضاعة إيش الفرق؟ كان يوجد جهل جهل قبل كان يوجد جهل جهل نعم جهل كان يوجد جهل يعني أنت يعني الحين تقنعني أنه في الفترة هذيك يعرف نفس الأشياء للحين في الفترة هذه لا فأكيد كان أول موجود جهل فأنت يعني تفسر شيء من عندك هذا شيء ما يعجبني صراحة حلوة 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 عشتيدك حلوة يعني أنت تقول قبل خبرتهم مو مثل الحين الحين يرضع يركب لا. القبل يرضع يرضع وينام يصلي صلاة الجمعة أنا ما أقول لك كان في جهل كان في بعض الناس جهلاء وكان في كان يوجد جهل حلوة حلوة مو حلوة طيب هو في جهل بس هي الرضاعة من صدر المرأة من رجل كبير لرجل كبير حتى لو كان عنده جهل راح يعني تسبب تسبب السبب فد شيء يعني فد شيء يعني يحرض على 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 الزنا شيء طبيعي هذا هو حتى لو كان عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ها فما يزنون بها يلزمون نفسهم يعني بس يرضعون ابني أقول لك يا ابني كيف ما كيف كيف تفهم في جهل في القرن المئة وما يوجد جهل نعم فيعني بس يرضعون ما يعني يعني يسيطرون الآن الآن تعرف إنه هذا شيء عيب وحرام ويؤدي إلى الزنا أما أول كان يوجد جهل يا قبل يعني قبل لا يؤدي إلى الزنا طيب شلون هو 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 إذا كان زلمة وهذا وصدر يعني وهذا وهذا حتى واحد ما يقدر يحكي هو فورا بعد خلاص راح يعني وراح خلاص بعد هو يعني راح يسوي شيء هو ما كان يفكر بي ما يحتاج خبرة تفتهم شخصد ولا أنت مو وياي الليلة طويلة شكلها لا ما فهمت صراحة ما فهمت من أنك توضح أنا فعليا أسئلتك من يوضح لي وأنا فعليا لا أني شيخ لأن يعني ما أفقه في الدين كثير يعني يا يابا ترد على أسئلة بشكل منطقي ما أنا قادر ترد على أسئلة يا أنا فعليا ألوم المشايخ هذول اللي يعني اللي يجوك معليش مشايخ ما يفقه في الدين كثير يعني فعليا ما جاك مشايخ اللي يفقه في الدين كثير ويجوا يجلدوك في الكلام انا مع كامل الاحترام لك يا حبيبه نعم صحيح صحيح وكذلك من صلاه الجمعه بالمصحف ان شاء الله تعالى بالمصحف طيب انت تقول ان قبل يرضعون من صدر المراه بس ما عندهم خبره طيب اذا صدقنا كلامك انه الموضوع مرتبط بالخبره طيب تمام مع مو مشكله إذا صدقنا كلامك إنه ما في موضوع مرتبط بالخبرة طبعا هذا مو صحيح لأن عائشة كانت تقول على الخبيرة سقط يعني أنا خبيرة بالقضايا الجنسية وقالت إنه النبي كان يمص لساني وكان يقبلني وكان يداعبني فكانت أكو خبرة قبل مو ماكو خبرة هذا أولا لكن لنفترض أن الناس بهائم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كلها بهائم هذا أيضا لابد لا تزلنا في دائرة الكارثة وهي البهيم لما عاوز يتجاوز او عاوز يكاثر من مش عاوز خبره صح ولا مو صح يا حبيبي صح مش عاوز صحيح احسنت ففي ذلك الزمان اذا كان هنالك رجل يرضع من امراه ما يحتاج خبره هو تلقائيا راح يصير عنده شيء يدعوه الى الزنا تفتهم يدعوه الى ان يعمل مع المراه الفاحشه تفتهم يعني ما يحتاج خبره ما يحتاج صح لو انا غلطان صحيح يعني وصلتك لا طيب يمكن مو من الصدر على طول يا حبيبي يمكن في وعاء ماكو لأن الحديث ما وضح ما لو كان من الصدر على طول قال الحديث لا ما كان في ما كان في ما كان في وعاء هذا يسمى شراب لا كان في وعاء لا كان في أوعية كان في أكواب ما كان في أوعية ما كان الحديث بالوعاء كان أرضعيه على الرضاعة افتهم
الرضاعة تكون بالشراب ولا بالتقام الثدي كما قال الشيخ الألباني؟ بالتقام الثدي. فلت أترك عنك هاي اللعبة ما تفيدك. أنت خلك في موضوع الخبرة، هذا حلو. فأنت الآن استسلم شكلك، ما دام طفرت على الوعاء الماعون وتريد طاسة هم ترضع. شكلك طفرت من شكلك اكتشفت انه فعلا الموضوع ما يحتاج خبره، رضع رضعتين ويروح يباشر، واضح صح؟ صح صحيح. احسنت 100 100. احسنت. صلاه الجمعه يوم الاحد والثلاثاء روعه، توديك عالم ثاني. اي صراحه كلامك مو منطقي يا حبيبنا. ها ها انا من اعتذر. دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء فاكيد له منفعة للبشرية. مين؟ أقول دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء. سلم. إيش عفواً؟ أذكركم ذا. مين عفواً ذكرت حديث عن من؟ أقول دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء فا. أكيد هو له شأن متنبه في ذا الشيء. انا ما احنا ما نعلم الغيب ولا نفكر نشوف ايش هو ولا نفكر شو يفكر ولا نعرف هو يفكر في ايش. عفوا بس عيد الحديث. قال عيد الحديث. اقول لك دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاجه. حلو. صلى الله ما ينس سلم. صلى سلم. انا فاهمه من الحديث هذا قال شيء فاحنا ما نعرف شو يفكر في ايش. ما أنا هل أنت تعلم الغيب؟ لا ما حد يعلم الغيب. ها فأنت ما تعرف هو فكر بإيش قام دام أنه قال هذا الكلام. زين زين أنت إذا أختك الكريمة زين إذا أنت الآن عندك شباب عمرهم 20 21 25 وأختك الكريمة هم عمرها 20 وفد يوم دشيت للصالة وشفتها هذا وجالس يرضع من صدرها تقولي لها يبا هذا حرام أطقك تقول لك أنا تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اسمعني زي ما قلت لك الزمن هذا غير عن الزمن الماضي. لا انتم مو تكذبون على الملحدين المساكين تقولوا لهم الدين الى اخر الزمان مو الزمن هذا كانوا على نياتهم. الزمن هذا غير. رجعنا لنهار نياتك يا حلو تقول لي اختكم انا اقول لك الزمن هذا غير. الله الله الزمن ذاته الزمن ما تحت المئة تجي يعني قبل نياتهم حلوة يرضع مؤدب الان يرضع انت توصلنا الطريق مقفل يا شيخ. يعني انت اذا ياك واحد من ذاك الزمان عادي يرضع اما من هذا الزمان ما يرضع. ذاك الزمان غير حتى بالنسبة لي هذا الزمان غير. اي نعم ذاك الزمان يعني ما يحتاج اكرر هذا الشيء. هذا الزمان غير وذاك الزمان غير. الزمان الى دور جد مو احنا مو تكلمنا ما يحتاج خبرة بس مجرد يرضع راح تصعد عند روح الشهوة وخلص بعد يجان في جوالات. والله جالس وصلنا للطريق مقفل يا شيخ ترى انا جالس اقول لك شيء وما تجاوبني عليه. ها وصلنا الى طريق مقفل وقبل الان في جوالات قبل ما في جوالات. نعم وصلنا لطريق مقفل. نعم صحيح كلامك صحيح. قبل الانسان يرضع مؤدب فعلا يرضع مؤدب ما يعني ما يخلي الشهوه تصعد عنده ما يفعل الحرام ابد ابد يرضع بادب على سنن النبي صلى الله عليه وسلم من اخت السن الموحد اثناء ما يروح يصلي صلاه الجمعه ومية مية كل الآن وين هاي ذاك اليوم يروي له قصة خطية واحد هم أيضا سني موحد قال له تعال صديق أريدك أنت أخويا وعزيز قلبه وأنا وياك طريقنا واحد قال له إيه أمرني قال له خلاص بعد أنا أريد الحرمة بيني وبينك تصير اللي أنا راح أروح أصلي الجمعة مسجد الجمعة وأنت طب ارضع منها. خطية إجا لقى أختها تبكي قال لها ها خير قالت له عملها ابن الكلب و هو عملها وانا حامل دلوقتي بال18 خطيه صارت وراح وتاذى فعلا. ففعلا مثل ما تفضلت قبل مو مثل الان ما في يعني قبل انت تسلم اختك بيد اي موحد بالشارع يرضع منها يلاعبها وهاي ويونسها ويرجع لك اياها وابد ما يعني ابد ما يتجاوز الحدود. هسه وين الان وين الدنيا تغيرت الزمن سبحانه وسبب الجوالات لها دور صح ولا مو صح. شوف شوف بعض حديث صحيح مسلم تراها غير صحيح. لا 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 ما يصير هذا الكلام غلط ما يصير. شكرا لك شكرا ما دام طعنت بصحيح مسلم.
نقول لك شكرا لك. الطعن بصحيح مسلم لا يجوز على الأحوط لزوما. صحيح أخو أنتم مستمتعين الشيعة مو تقضحك ظنكم راحة وشهداء وموت. ضحكوا ضحكوا بالنيابة عني بروح أهلكم نيابة عني وعن أرواح المؤمنين والمؤمنات. ضحكوا ضحك قبل وين رضاعته أن يكضخت الموحد. والله ذيك الرضاعة الحلوة ولا يوصل العرضها أبد ويرجعها كامل هي مصونة.